متابعينا الكرام في المملكة العربية السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. إليكم نشرة الأحوال الجوية الرئيسية لهذا اليوم، والتي سنبدأها بآخر صور الأقمار الاصطناعية التي تشير إلى وجود ما زالت تشكيلات كبيرة من السحب والغيوم الممطرة التي أثرت على بعض المناطق، مثلا المناطق الشمالية الغربية من المملكة هطلت عليها بعض الزخات من الأمطار صباح هذا اليوم في مدينة جدة، دفعت سحب ممطرة هناك. بعض المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية العاصمة الرياض بعض الأمطار متفرقة، والآن أصبحت أيضا كميات من السحب والغيوم تتجه باتجاه المناطق الشمالية الشرقية من المملكة بما فيها حفر الباطن. توقعات الهطولات المطرية إجمالا تشير أن في ساعات ليلة السبت الأحد ما زالت الفرصة مواتية لبعض الزخات المطرية في الأجزاء الشمالية الشرقية من المملكة بمشيئة الله تعالى، ولكن يتوقع تحرك هذه الأمطار مبتعدة عن المملكة وتستقر الأجواء مع ساعات ليلة السبت على الأحد. ولكن نهار يوم الأحد تتجدد فرص بعض الزخات المطرية المحلية في رفحاء وحفر الباطن، وأيضا يتوقع هطول أمطار فوق المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية تحديدا المرتفعات التي ما بين جازان ونجران في المناطق الجنوبية من المملكة بمشيئة الله تعالى. وتستمر هذه الأحوال بالسيطرة على المملكة ليلة الأحد على الاثنين، حيث تتراجع فرص هطول الأمطار ويستقر الطقس من جديد. لكن يوم الاثنين يتوقع تجدد هطول الأمطار فوق المناطق الجنوبية الغربية من المملكة، ربما تسمن أيضا بعض المناطق الساحلية بالإضافة لمرتفعات الباحة والأبها ومرتفعات الباحة وأبها بمشيئة الله تعالى. بالعودة الأحوال الجوية، هذه الليلة في العاصمة الرياض الأجواء تكون يعني باردة نسبيا، أحيانا درجة حرارة 12 درجة مئوية مع ظهور غيوم متفرقة في سماء المملكة. أما بالأحوال الجوية ثلاثة أيام القادمة في العاصمة الرياض، فيتوقع هناك استقرار على درجات حرارة تكون ما بين 21 إلى 22 درجة مئوية في ساعات النهار، 11 إلى 12 درجة مئوية في ساعات الليل، والأجواء مستقرة ومعتدلة ودرجات حرارة حول معدلاتها المعتادة لمثل هذا الوقت من العام. درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدا والصغرى ليلة الأحد على الاثنين سنبدأها شمالا من سكاكا 16-6، عرعر 15-6، تبوك 17-8 درجات مئوية. المناطق الغربية في مكة المكرمة 29-21، جدة 30-22، 22-13 في المدينة المنورة، 19-9 في الطائف. المناطق الجنوبية الغربية في جازان 28-22، أبها 19-9، الباحة 16-9 درجات مئوية. أما في المنطقة الشرقية في الإحساء 26-12، في الدمام 26-13، وفي حفر الباطن 17-10 درجات مئوية. وختام هذه الجولة في العاصمة الرياض 21-11، في بريدة 16-9، وفي حائل من 13-6 درجات مئوية. إذا هذا كان لدينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة. للمزيد يمكنكم متابعتنا عبر تطبيق طقس العرب، أو حتى زيارتنا عبر arabiaweather.com، أو حتى متابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي ليصلكم كل ما هو جديد بشأن الأحوال الجوية في المملكة. دمتم دائما بخير، إلى اللقاء.